لا تقومي رجاء. مرحبا، يعطيك العافية. الدكتورة اليوم مانا جاية لأنه ماتت حماتي، ويمكن ما داوم للأسبوع الجاي، بس بشوفك دكتور تاني إذا بدك. شلون؟ يعني حلا خانم ما رح تجي؟ لا والله ما رح تجي، والدكتور الجديد هو رح يفحصك، بس لا تقلقي هذا الدكتور شاطر. يا الله دخيلك. لا مو مشان هيك، بس أنا تعودت على الدكتورة وبتعرفي هالشغلة، يعني شوي شغلة مو سهلة لما الكل بيفحصوكي، و يعني هالشغلة مو سهلة على الوحدة، أنتي مرة وبتعرفي يعني شو. يا الله دخيلك، شو بدي أعمل؟ طيب خلص، مو قلتي الدكتور شاطر؟ ايه طبعاً شاطر. يا الله هيك شغلات بتوترني كتير. ها هي إجا الدكتور. نزل ضغطي من التوتر، بتعرفي هالشي؟ مرحبا دكتور، أنا كتير متوترة، إيدي ورجلي عم يرجفوا. لا تواخذيني رجاء، أنا دايما بقول لحالي لازم تكوني شجاعة شوية بنت، بس أنا بستحي وخجولة، بعدين أنا من ألف سنة مريضة للست حلا وبرتاح لها، والممرضة قالت إنك دكتور شاطر كمان، بس أنا يمكن خجولة زيادة عن اللزوم. حلا خانم تعودت عليها، وفيك تقول إنه مع الوقت صار بيناتنا هيك مثل علاقة، يعني شلون بدي أقول لك. بس عفوا شوفي شو صار لك؟ سيد أنوار؟ بلا بلا، انتقلت لشارع الزهور وجوزة للست سوزان؟ هذا حضرتك؟ ايه مزبوط أنا. يا الله شو هالحظ المعتر هاد؟ شو هالحظ يلي إلك يا ياسمين؟ اه؟ لك أنت شو إلك شغل هون بالمستشفى؟ شو عم تساوي هون؟ شو قصدك؟ أنا لسه اليوم كنت ببيتكم، كنت قاعدة بالمطبخ، ما تذكرتني يعني؟ ايه تذكرتك. لا تقولها. انا مالي هي بنوب، مالي هي، بس منشبه بعض شوي. تلفت اعصابي، يا الله تلفت اعصابي. رح اسألك سؤال. قولي. قول وحياة الله بتقول الحقيقة، هو سؤال خاص بس انا عن جد مجبورة اسألك عنه. تفضلي عم بسمع. انت شفت شي؟ شو قصدك؟ هي هديك، يعني هديك الشغلة اللي متخصص فيها انت و... لك يا مدام، بس انا دكتور. لا شافني، لا شافني، يا الله شافني، يا الله الله شاف كل شيء. شو هالحظ اللي إلي يا الله، شو هالحظ اللي إلي، شاف كل شيء. ليش انا ما لي حظ مثل بقية البني آدمين؟ يا الله ليش شفت كل شيء؟ اللي بدي اطلب منك طلب. شو؟ ما أنا لما فت اليوم على مطبخكم كان في صناديق لسه ما انفتحوا بالمرة. ايه خليهم مثل ما هن هيك مسكرين، ورجعهم على هديك الشحنة وروحوا. طيب معلش تنتقل لغير حارة مشان الله، لأني ما رح أقدر أطلع بوشك بيوم من الأيام. يا الله بالحارة ما فيني إلك مرحبا بنوم مشان الله. ياسمين خانم لو سمحتي، أنا دكتور، يعني ما في داعي تخجلي مني بنوب بعدين. ليش ما عم تفهم؟ انا وحده خجوله، انا مو شايف شو صاير بحالتي. هلا بدي ضل خجلانه منك. انا رفيقتي وجارتي جوزة عم يشوفني. هو ليش عم يشوفني؟ ليش عم يشوفني هيك يعني بلا سبب بده يشوفني؟ شو هالسخافه هي؟ خلصنا يا خلصنا، روح يلا، روح بسرعه، طلع من هون، طلع لبرا، يلا افتح الباب وطلع لبرا. الله طيب. لسه ما رحت. رايح حرك. إذا كانت الست حلا عم تشوفني 100 مرة قلت لها ما بدي غير حلا تشوفني. وين غلطي أنا يا الله؟ بشو غلطت معك؟ بشو غلطت إلي؟ شو عاملة أنا؟ شو عاملة؟ شفت شي؟ بس لا تبحلق فيني وتطلع هيك. أنا مالي مرة متحجرة وجاهلة، بس بصراحة سوزان رفيقتي ومن أعز صديقاتي. يعني أنت لو كنت محلي كنت بتخليني شوف؟ حاسة بدي اختني، صار كتير شوب. هالشي عم يصير معك من زمان؟ ما بتصدق، بآخر فترة إذا بفتح الشباك بشوب، وإذا بسكره بسبح بعرقي كله. فيني أعرف دورتك منتظمة ولا لا؟ بهالفترة عم تخربت شوي، عم تخربت. معناته هيك في شي مو منيح يعني؟ يعني منيح ولا هي تبع المو منيح شو؟ ما في شيء سيء ست ياسمين، هذا تطور طبيعي عند المرأة بسن اليأس. يأس؟ يأس شو؟ أنت شو عم تقول؟ عم تقول أني بسن اليأس؟
يا افندي بتعرف قديش عمر يلي قدامك؟ انا بربيع عمري ولساتني صبيه بتجنن. لا لا لا، هي ما حبيتها منك نهائيا. ها نهائيا. ست ياسمين، طيب احتمال كبير يكون بكير، بس الاعراض اللي عم تشكي منها هيك بتقول. بس مشان نطمن لازم نعمل بعض الفحوصات. طيب عم تجيكي نوبات بكي متواصل؟ نوبات بكي؟ بس خلص اسكت، مش على الله ما عدي اسمع شي بنوم. انت حتى مالك دكتوري الخاص. انا دكتورتي هي حلا خانم. انا ليش قاعده معك اصلا؟ ليش عم تكشف علي؟ لك شو دخلك؟ كثير عيب تتلعب بحياتي النفسيه، ماشي؟ حتى انت مالك دكتور. وين شهاداتك؟ اه وين؟ انا مالي شايفه على الحيط ولا شهاده. انا انسانه متخرجه من الثانويه، وماما اليوم معلقه بغرفه القعده شهادتي اللي هلقد قدها مشان الكل يشوفوها. بصراحه لسه ما صار عندي وقت لعلق شهادتي. أنوار أوزبيك، كلية الطب البشري. هاي لألك مو؟ أي نعم. أنت دكتور مو؟ أنا بسن اليأس، يعني صرت بسن اليأس هلا؟ فتت بسن اليأس بدون ولا سبب حتى؟ هلا هذا سن اليأس يعني؟ أنا صرت بسن اليأس يا الله دخيلك، صرت بسن اليأس يا ربي. يا الله يا ربي دخيلك، طالما هيك بسرعة بدك تحرق قلبي وتفوتني بسن اليأس،